السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرات السادة مشاهدي قناة الأرض، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو القصير الاقتصادي الذي سأتناول فيه ملف الحشائش. مكافحة الحشائش أصبحت أهم بند النهاردة في العمليات الزراعية، وهو الأعلى تكلفة في كل بنود مدخلات الإنتاج الزراعي، خاصة في المحاصيل التي تزرع بمساحات واسعة والتي تروى بالري المحوري الحديث، زي هذا البيفوت اللي أمامكم، البيفوت العملاق اللي بيروي حوالي 75 فدان وفيه 90 فدان وبيوصل أحيانا إلى 150 فدان. شايفين الحشائش في البندر وصلت لفين؟ برغم إن شركات المبيدات بتتعاقد سنويا مع شركات زراعة البنجر اللي بتتعاقد مع شركات الزراعة أو مع المزارعين الفرادة على إنتاج البنجر، بتديلهم التقاوي، بتتعاقد مع شركات مبيدات محترمة جدا، تستورد مبيدات حشائش آمنة سواء على البيئة أو على المحاصيل من حيث متبقيات المبيدات وتأثيرها كمان على الصحة العامة وفقا لتعليمات المنظمات الصحية العالمية وأهمها الفاو والاتحاد الأوروبي والإف دي إيه، منظمة الأغذية الأمريكية. طيب إيه الحاصل؟ الحاصل إنه خلاص يعني ما باليد حيلة، العمالة قليلة ومكلفة جدا جدا، يومية العامل في مكافحة الحشائش اليدوية ما بتقلش عن 250 جنيه، ده أقل شيء، بيشتغل 6 أو 7 ساعات. كمان يعني استئناس العمالة حاليا من الصعب جدا جدا انك تجيب في المساحات العملاقة دي، انت محتاج من 200 الى 300 عامل يوميا، لوجستيات نقلهم واعاشتهم وتسكينهم اصبح صعب جدا. اذا لم يعد امامنا سوى تحفيز البحث العلمي على حلول منطقية وطبيعية وسهلة، لانه انا من وجهة نظري ان هذه الحشائش بتقضي على أكثر من 20 إلى 30% من المحصول. خلاص الشركات عجزت، يعني هذا البنجر أعتقد أنه خلاص مقرب للحصاد. لكن شايفين نفس المساحة دي كانت مزروعة بنجر السنة اللي فاتت، أنا كنت بمشي ونباتات البنجر بسم الله ما شاء الله كانت توصل لعند الركبة، النهاردة شوف قد إيه. لكن مع أنه التغذية سليمة جدا وكويسة جدا، وشركات زراعة البنجر أصبح عندها خبرة في تغذية البنجر برغم هذه التحديات، إلا أنه البنجر الصغير ده اللي أنا بقلعه بإيدي ده دلوقتي بسم الله ما شاء الله جايب روس بنجر كويسة، لكن تخيل إن الراس دي كانت 4 أضعاف الحجم ده كانت إنتاجية الفدان هتكون كام. يعني أنا بقول إن إنتاجية الفدان اللي أنا شايفه ده هتتراوح من 20 إلى 25 طن في نفس الوقت، نفس المساحة دي ونفس الفدان ده السنة اللي فاتت كان جايب من 45 إلى 60 طن. شايفين الخسائر قد إيه؟ البحث العلمي لابد أن يتطور في مجال مكافحة الحشائش زي ما تطور في البريدنج أو تربية الأصناف في البنجر أو في المحاصيل الحقلية أو حتى في مجال البساتين. على البحث العلمي في مصر وفي دول العالم أجمع أن يصل إلى حل جذري لهذه المشكلة. شايفين الحشائش أصبحت مداريا المحصول الرئيسي، وده شيء معجز للشركات الاستثمار في مجال الزراعة، خاصة في الزراعات المكشوفة اللي زي دي واللي قلنا بتروى بالرش. طبعا دي مشكلتها وخطورتها انها عملت تقاوي السنة دي، التقاوي دي خلاص هتنضج، هتنزل في الأرض، تقعد مع الشيشة في الأرض أجيال أكتر من 100,000 سنة، كل ما تطلع ومحتاجة مكافحة سواء يدوية أو بمبيدات الحشائش. وزي ما قلنا الجليفوسات وغيره من المبيدات، الاتحاد الأوروبي من سنة 2016 أخذ قرار بخفض استيرادها ومنع لجان المبيدات في كل الدول العربية ومنها لجنة مبيدات الآفات الزراعية في مصر، ووصل بعدم قبول أصناف جديدة للتجنيد وخفض الاستيراد 10% من المبيدات التي تحتوي على مادة التالوأمين بنسبة 15% أو خفض استيراد 20% من المبيدات اللي فيها التالوأمين أعلى من هذه النسبة، إلى أن يصدر الاتحاد الأوروبي أو أصدر بالفعل
الدافع لسنة 2017 قرار بمنع استخدام الجليفوسات، وده لأثره على العلوم الإحيائية بشكل عام وعلى التركيبة الإحيائية أو التنوع الإحيائي اللي موجود مع البشر، سواء من طيور أو النحل أو آدميين أو حيوانات أو لآخره، لأنه بيعمل أساسا تشوه جيني في كل شيء في كل مخلوقات ربنا. ده بالفعل ده أثر حصل أو رصدوا أثاره أثار الجليفوسات بالذات في التشوه الجيني في كل المخلوقات سواء نباتات أو حيوانات. نأمل إن شاء الله من ربنا سبحانه وتعالى إنه يعين منظومة البحث العلمي سواء في مصر أو في دول العالم كله إنها تخلص الزراعة العالمية، لأن فاتورة علاج نقص الغذاء في العالم أو فاتورة محاربة الفقر في العالم تبدأ من فاتورة توفير الغذاء للناس، على أساس إن إحنا نقلص عدد الجياع وتقليص عدد الجياع. أعتقد إنه مرهون بالحفاظ على الإنتاج الزراعي الحالي أو الأراضي المزروعة على الكرة الأرضية حاليا، لو حافظنا بس على إنتاجها من الآفات وخاصة آفة الحشيشة دي ومعها الآفات الحشرية الأخرى، إن شاء الله إحنا بنزيد الإنتاج أو بنحافظ على 30-40% اللي بتنضر بسبب هذه الآفات، وده ممكن يسد فجوة الغذاء ويعالج الفقر حول العالم. وده اللي بتقوله منظمات عالمية زي المنظمة العالمية للتغذية والزراعة اللي هي الفاو. أشكركم جزيلا ونتمنى نشوفكم في فيديوهات مقبلة على قناة الأرض. كان معكم محمود البرغوثي.